السلام عليكم ومرحبا بكم في فلوج جديد وعيد مبارك سعيد مرة واحدة أخرى بصحة وسلامة إن شاء الله. باش ما تمنيتو كنتمنى تكونوا عيدتو مزيان وارتحتوا شوية من العيا ديال العيد. راكم عارفين العيد الكبير ديال التمارة والخدمة ماشي ديال الراحة، واللي عنده شي دراع كينوض يقفض عليه. وملي كنقولوا العيد الكبير كنقولوا الصينية والبراد ديالها تاي بالنعناع. وهذا كان هو الفطور ديال الصباح ديال نهار العيد، صابلي خديته من عند تريتور رشيد بوطالب، الناس ديال كازا غادي يعرفوه، والتمر بريستيج معمر بالعقده ديال اللوز ومغلف بالشوكولا. انا اللي صايبته وسبق لي شاركته معكم في القناه، غادي نخلي لكم الرابط ديالو. فطور بسيط وعادي، وهذا المخامر اللي كتشوفوا فقط الصباح بكري، ودرت الطرحه ديال المخامر اللي كيدخلوا في الطقوس ديال نهار العيد، كيجيو زوينين في الفطور وكنرافقهم مع الشوا في الغداء. وفي الغداء اكيد الشوا وبولفاف اختي رافقته بشويه ديال التكسوكه، ودرت زعلوك ديال بودنجال وخضيره صوتي. هنا انا ما صورتش كلشي، راكم عارفين نهار ديال العيد تبارك الله كلشي تقريبا المغاربه كيديروا بحال بحال، بولفاف تكسوكه خضيرات دي سالاد، يعني الطبله المغربيه كتكون منوعه تبارك الله بكل خير. وقلت ما كاينلاش نصور كلشي، فرا الناس عارفين شنو كيكون، درت لكم غير لقطات خفيفه. ومشينا هرسنا الحولي في نفس النهار، وقديت كلشي في الكونجيلاتور وجمعت عليا الروينه. وكيف ما كتشوفوا لغد ليه درت طويجين ديال اللحم بالبرقوق اللي كلشي كيحمق عليه. في الليل خديت اللحم ديال العنكرة ودرت ليها التوابل ديالها كيف ما كتشوفوا، رقدتها خليتها ليله كامله حتى شربات القمه ديالها مزيان. ولغد ليه حطيت هذاك اللحمه في الطاجين وزدت عليها البصله كيف ما كتشوفوا على شكل طولي مع زويته بلديه، وخليته كيطيب مزيان. ومن بعد ضفت عليه المشمش والبرقوق وخليته كيكمل الطياب ديالو. انا ما كنعسلو ما حتى شي حاجه، كنخليه كيف ما هو. من بعد ما طاب زينته بالقرقاع والزنجلان، وهذا الجديد ديال العيد. انا ما كناكلوش وراجلي حتى هو ما كياكلوش، ولكن مع ذلك قلت ندير واحد شي شويه غير الفال وصافي، ربما شي نهار تشهيناه ولا شي حاجه ما عرفتش. المهم درت الفال. ودابا من بعد ما شاركت معكم لقطات من اجواء ديال نهار العيد وتاني عيد، اليوم ثالث عيد، غادي نديكم معايا الكتايه ديال سيدي معروف، حتى هي الناس ديال كازا غادي يعرفوها. علاش؟ حيت بغيت نبدل البيت نعاس ديالي، وقلت ولا بد نديكم معايا باش تشوفوا لي موديل اللي كاينين جداد، وهكذا حتى نتوما تاخذوا افكار في التغيير ديال البيت، غرف النوم، صالونات، وفي الديكوراسيون كذلك. واللي مشرى يتنزه. وما تنساوش الا كنتو مازال ما اشتركتوش في القناه الاشتراك بالضغط على الزر الاحمر والاعجاب، وكومونتير تقولوا لي فيه شنو اللي عجبكم وشنو اللي ما عجبكمش. انا كنت كنتوقع مع الايام ديال العيد غادي نلقى الدنيا خاويه، ما غاديش يكون الناس بزاف، ولكن تبارك الله كيف ما كتشوفوا الباركينغ عامر بالطوموبيلات. وهذا هو المدخل، غادي ندخل اول حاجه غنشوف اللي هي هاد الغرفه ديال النوم اللي منزلين هنا، جات هكذا في هذا اللون هذا اللي صراحه زوينه. الثمن ديالها داير 4290 درهم. انا غادي نحاول في هذه الجوله هذه اللي غندير بكم نوريكم كاع الاثمنه، نحاول ما امكن باش يبانوا لكم مزيان، باش هكذا كل واحد ياخذ فكره على شنو الحاجه اللي خاصه او اللي باغي ياخذها ان شاء الله من كيتايا. غادي نركز لكم على غرف النوم حيت هو الهدف ديالي على الجايه، وغادي نوريكم الجديد ديال لي فوتوي لي كوافوز اي لي بيرو. بالنسبه لي فوتوي لقيت شي حاجه زوينه، يعني جوده عاليه والثمن مناسب حيت دايرين فيهم لي بروموسيون، بحال هاد الفوتوي اللي عجبني بزاف الشكل ديالو، وملي جربته لقيتو كونفورتابل. واحد المساله لاحظتها هي ان لا كولور اللي دارجه هاد الصيف هذا في لي فوتوي وغرف النوم هي الكري، الكري فاتح والكري غالق. المهم ما نطولش عليكم، الا كنتو مهتمين كملوا لا فيديو حتى الاخر. كنتمنى لكم فرجه ممتعه والى اللقاء.